بالنسبة لي الشغل متعب مع الموسيقى أكثر. كل شيء أنا بعمله بالفن بخرجني من هذا الواقع. أم اللي إذا تكون هي أم حقيقية واشتغلت صح لازم أولادها يتفوقوا عليها. الخيط منحني أسرار كتير كبيرة. كنت عم بشتغل الخيط حسيت أنه حتى الخيط في بعض فلسفية. عملت هاي الخيطان مشاعر، كسرت الكاميرا اللي براسي وصرت أشتغل من هون يعني، وهذا الشيء لقيت حالي فيه أكثر. عم تقولي لي انه عم تحكي عن الفزاعه صح؟ هي الفزاعه كنت عم بحكي عن الخوف هون. صح الخوف يعني الخوف بعقلنا مو برا يعني. على طاوله صغيره كوشه خيوط ملونه، ابر، قطعه خيش كبيره، وسيده بعمر 57 عام بمزيج من الحب تحيك لوحات بتحمل حكايات، ملامح ومشاعر مختلفه بين كل قطبه وقطبه. صقر كونت بصمة مختلفة لتغير الصورة التقليدية عن الفن التشكيلي، فاستبدلت تعبيرية الألوان ودلالاتها بنوع خاص كفلت فيه الخيوط بالتواءاتها وخامة الخيش. لما أصنع ألعابي كنت أحتاج للخيطان وللأقمشة، فحسيت حالي كتير انغرمت بهاي، استمريت فيهم، صنعت كتير كميات كبيرة من الدمى والألعاب. حسيت هون أنه أنا بهتم بالرسم، حتى الأساتذة كانوا كتير يشوفوا شغلي يحبوه ويشجعوني كتير. كان بي أنا أكتر حدا داعم إلي يعني، كان كل ما يجي يشوف ناس يمسك دفتري ويفرجي يعني شوفوا شو عملت شو اشتغلت يعني، كان كتير معجب بشغلي. أنا عندي 3 أولاد، بنتين توأم وصبي، كان حطيتهم بمعهد موسيقى، حطيتهم بأماكن للرسم، بمعهد رسم، كل حدا اختار شيء يعني هو بيحبه. لما كبروا صرت أنا بحاجة له. دخلت الأول كلية فنون جميلة، بعدين تركت الكلية ورحت على المعهد، المعهد فنون جميلة. كان في شيء حلو كتير، قدم لي شيء كتير هذا المعهد. كنت أحياناً في بكير كتير بروح على المرسم وبقعد بشتغل، ما كنت أشعر بالوقت أصلاً يعني. أدائي اختلف وصار في دراسة أكاديمية يعني لهذا الموضوع. بديت كتمرين عادي مثل تدريب برصاص، رسم واقعي، بس أنا حسيت في شيء يعني بلامسني أكتر. أنا كانت بالنسبة لي كل لوحة هي مغامرة، ما أعرف، ما في شيء ببالي، ما في حتى ملامح للعمل ما كانت موجودة. فوت ابدأ بالتجهيز بشكل عفوي، بعدين بنص العمل اكتشف شيء، بنهاية العمل تطلع النتيجة مختلفة تماما يعني. ومرات فكنت فك اللوحة من أول وجديد وارجع عيد بناءها يعني. الخيط أنا منحته كتير احترام، صار عندي رغبة اجمع كتير خيطان، فوين ما اروح شوف خيطان صرت جيبهم، حتى اذا رحت عند اخواتي او شوف عندهم خيطان كمان جيبهم. ترددت اكثر مره، حكيت مع اصدقاء فنانين انه لا يعني هذا ما اعتبروه انه فن لدرجه انه ممكن انت تعملي فيه معرض وهيك، لكن انا ما اقتنعت، كملت بالمعرض. حسيت انه الناس كثير حبت، وانا بدي عن جد اشكر كل الناس اللي اجت، لانه ما تتخيلي يعني قديش كان في محبه يعني. لكن كان في اراء من فنانين كمان، انا كنت محتاجه اسمع اراء وملاحظات يعني. كان الخيط يقودني حقيقه يعني. هذا التلاعب بالخيط، وكان الخيط مره ياخذني على محل وانا مره اخذه، فكانت هي العلاقه مع هذا الخيط بشكل مغامره، بس لكن كانت مغامره جميله. لكل فنان خام صديقه بترافق مشواره الفني وبتميزه باسلوبه عن البقيه، والفنانه حياه صقر كان الخيط والخيش شركائها بالمغامره الفنيه يلي لفتت مختلف الاعمار.